أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا
صلوات من ربهم ورحمة أولئك